حفل ختام كان جميل وخفيف وبسيط وكلمات تم انتقائها والحمد لله يعني شيء رائع. أعتقد أنه هذا المهرجان العظيم أعطى فرصة لكل الصناع أنهم يجدوا أفضل ما هم موجودة قدام عيونهم. من 86 عرض أفرز إلين 20 عرض، ومن 20 عرض بدأت الدعم من قبل الهيئة لفارس كذلك 10 عروض. إن شاء الله نشوف مسرح سعودي متطور بشكل كبير. الحمد لله صار عندنا مهرجان المسرح في الرياض، وإن شاء الله بإذن الله يكون في جميع مدن المملكة ونشوف مسرحيات نبخر فيها ويكون لنا مشاركات تعجب الجمهور يا رب.